السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة من الله عز وجل. اولا نصبح على دكتور محمد. صباح الفل يا اسفندم. صباح الفل يا دكتور محمد، ومنور بروح. واخويا الغالي معايا ابو حنين. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ حبينا النهاردة بقى ايه نقلب لكم، حبينا النهاردة نديلكم جولة في العوام. طبعا ابتديناها من هنا كده من عند شركة المية ومن عند المينا، ونديلكم بقى ايه جولة كده جميلة كده، جولة بالصبح كده، ونعمل لهم برضو جولة بالليل، شوف الاجواء بالليل عاملة ايه. طبعا احنا في شهر 10 زي الناس ما عارفة، وان شاء الله دي ايه الزحمة دي يا ابو حنين؟ ها؟ ممكن يكون الزحمة دي شركة المية يا حبيبي. شركة المية ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا برضو بقول ايه اللي هنا فيه زحمة، هنا مفيش حاجة. ما شاء الله. طبعا يا جماعه دي هنا المرسى اللي يخوت ورجع تاني، خلي بالك للمكان هنا، وطبعا هنا المينا، وطبعا هنا بقى ايه المكاتب بتاعت رحلات السياحه اكتريتها هنا، وطبعا اللي على يمنا هو شاطئ الهنا مبارك، نقطه الاسعاف على ايه على شمالنا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعه احنا يعني ايه الهنا والعام اهو، وده وحده الاسعاف ايه منتجع نادي الشمس. هنا بقى مصايف العاملين بنك مصر. ما شاء الله الجو شمس والجو جميل، و يعني طبعا الواحد اهو لابس نص كم اهو، الجو يعني ما شاء الله عليه. يعني احنا في شهر 10 لنزول البحر تماما، احنا كل يوم بننزل تقريبا البحر، صح يا دكتور؟ صح طبعا. ده المصيف بتاع البنك الاهلي، يعني للناس اللي ايه لمعلومات للناس اللي بتسال عن الاماكن هنا، بنحاول ندي لكم معلومات كافيه عن جميع الاماكن اللي بنمشي فيها. طبعا هنا الشراع، المحافظة، والمدورية، وحديقة غزالة على شمالنا هنا كده، والمكتبة، متحف الآثار. متحف الآثار هو ورا المسجد على طول. طبعا المنطقة دي بتبقى بالليل بقى ايه مليئة بالناس ما شاء الله يعني، والملاهي دي بتشتغل بالليل، والناس هنا بتتجمع، وتحس ان هنا الجو هنا صيف شتاء مفيش فرق، مفيش فرق، كل ده شغال، كل ده شغال بالليل. وفتح الله هنا عامل انتعاش في المنطقه، صح يا ابو حنين؟ احسن منطقه اصلا. ما شاء الله، يعني ما تتاثرش يعني بالصيف والشتاء يعني. طبعا هنا يا جماعه عملوا باركنج جميل كده، باركنج بس ب 10 جنيه الفرق العربيه. هاد مطروح هنا اهو اللي فيه مشاوينا والنورماندي تو وحاجات كتيرة ما شاء الله، وزلابي ألوان وحاجات جميلة ما شاء الله. طبعا ماكدونالدز، العشاق ماكدونالدز اهو، كنتاكي، كل ده بيبقى شغال بالليل ما شاء الله، وهارديز، فندق ريم، فندق ديليمار، مسرح الشاطئ على اليمين، ريم بلازا ما شاء الله. طبعا الشارع اللي على شمالنا ده ممكن تروح منه بسوق ليبيا، الناس اللي هتبقى على البحر وعايزه تروح سوق ليبيا. طبعا المعلومات دي في ناس كتير عارفاها يعني، بس احنا بنقولها علشان في ناس لسه برضو يعني ما تعرفش حاجات كتيره في مطروح، فلازم نعرفهم كل حاجه. الشارع ده نيو سمك مك ده برضو بيقولوا عليه ممتاز قوي يا ابو حنين، انا ما جربتوش بس هو بيقولوا عليه ممتاز جدا. سانت باري، مسجد العوام وجماله ان شاء الله يعني.
فندق نجريسكو. عزة عزة اللي ساب فتح هو يا ابو حنين؟ لا لسه ما فتحوش اللي زي خدوه خلاص جوه الفندق. فندق جويل طبعا، يعني احنا بنتكلم على فندق جويل ما شاء الله. شاطئ الليدو طبعا يا جماعه، ده يعني زي وصف كده للاماكن اللي ما يعرفش الاماكن، يعني فندق شهرزاد عشان تبقى عارف فين فندق شهرزاد، فين كده نيو سلطانه. المكان ده هنا بيبقى بالليل في الصيف يعني حاجه يعني ربنا المستعان، يعني حاجه زحمه. انا ما بعرفش اجي اقف هنا بالعربيه ابدا. والله ده نزلت الموتوسيكل خدت مخالفه يمون. ده انا ما مخالفه يمون بالموتوسيكل. يقولوا لي تحب تقف فين؟ اقول لهم في منطقه باب البحر، لكن هنا لا. ما شاء الله تبارك الله. هنا جيلاتي موكا، مطعم السوري كرم السوري. وهنا بقى فندق جويل طبعا، عنده بقى ايه بلبن وعزة وحاجات جميلة ما شاء الله. انا بحب بلبن بصراحة. في طبعا هنا سينما الصيفي وعزة ومول اهل مصر. لو اديكم بس دخلة كده صغيرة كده في مول اهل مصر علشان خاطر ايه تبقوا عارفين الدنيا فيها ايه. ده كشري ابو طارق ومؤمن وبيتزا كينج. وهنا ده المول اهل مصر. وهنا في صيدليه العزب يا جماعه، اللي بيسال على صيدليه العزب، لان هنا في صيدليه العزب مول اهل مصر عند كهف سلمان كده هنلف. ما شاء الله تبارك الله. ادي كهف ملح سلمان، صيدليه الدكتوره دي داريا. التكية طبعا كده احنا بنلف كده وبس مش راجعين بقى. احنا هنطلع طريق الابيض وهنعمل لكم فيديو للاماكن اللي من بعد عجيبة. تابعوا الفيديوهات ان شاء الله تعجبكم. طبعا ده يا جماعة الطريق بتاع جميع شواطئ الابيض، الغرام وكليوباترا وطريق عجيبة بجميع الشواطئ بتاعه وقرية البلوبيتش، كله ده بيطلع من هنا كده بإذن الله. دي الملاهي اللي على شمالنا اهي، دي الملاهي اللي وقعت دي يا أبو حنين دي. الصاروخ اللي وقع فيه. لكن طبعا فندق المشير هنا كده اهو يا جماعة، وفندق القصر والشنا اللي برضه اهو، ده فندق القصر اللي على الشمال دون. ومنطقة اللي وكده يا جماعة. كده يا جماعة تبقى ايه خدنا جولتنا شاملة وكاملة، وده كده طريق الأبيض زي ما أبو حنين ما قال. وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله. مع السلامة.